يا دكتور، الفكرة طوال الوقت ونحن نتابع هذا الصراع المحتدم، الفكرة هي أن هجوما مضادا على الأرض كان ينبغي أن يحقق نتائج ولم يحقق هذه النتائج، حتى الغرب يرى أن هذا الهجوم فاشل أو يؤول إلى الفشل، بينما الإدارة في كييف تتشبث بأنه هجوم ناجح حتى الآن. كيف تشخص أنت هذا الهجوم؟ مساء الخير. أعتقد أن هناك حتى في الدول الغربية وفي الولايات المتحدة هناك تقديرات تختلف تقديرات لهذا الهجوم. بعضهم يقولون أنه ليس فعالا وبطيء وفاشل، والبعض الآخر يقولون أنه في ظل انعدام دعم الطائرات لا يمكن تحقيق عمليات هجومية سريعة وفعالة بشكل عام، ولكن الجيش الأوكراني تمكن من تحقيق بعض النجاحات والإخرازات في عدة مناطق، و تم خرق الخط الأول للدفاعات الروسية في بعض النقاط. هذا أولا. وثانيا، بالنسبة لتقديرات من طرف الإدارة الأوكرانية لهذا الهجوم، نعم هذا صحيح أن الإدارة الأوكرانية كانت تنتظر أكثر من الدعم الغربي وتحديدا الطائرات والصواريخ البعيدة المدى والدبابات. تم إعلان تسليم 300 دبابة غربية لأوكرانيا، وحصلت أوكرانيا على أقل من 100 منها، وكل ذلك طبعا غير الخطط الحربية للقيادة الأوكرانية. ولكن مع ذلك على أي حال، أهم شيء أن القوات الأوكرانية تمكنت من خرق الدفاعات الروسية وتحرير بعض المناطق، ومنعت القوات الروسية من احتلال مناطق وأراضي جديدة. لكن الثمن باهظ يا دكتور باستون بحسب التقارير، سواء من ناحية الدماء المراقة أو من ناحية حريق الذخائر والأسلحة التي تهكم الرئيس الروسي وقال تعليقا على دبابات ليوبرد، قال إنها تحترق جيدا، وبالطبع هذا منتظر من الرئيس الروسي. لكن في ذات السياق دكتور باستون، في ذات السياق سيدي، هل تتصور إنه طوفان المسيرات الذي تطلقه كييف هو محاولة لرفع معنويات الشعب الأوكراني، نحن نصل حتى إلى عمق روسيا، نصل إلى العاصمة موسكو إلى آخره، ودفعه دفع الرأي العام الأوكراني لغض الطرف عن الفشل على الأرض؟ ربما هذا أيضا يوجد هذا التأثير، ولكن تأثير ونتيجة جانبية ليست فرعية، يعني ليست رئيسية. والهدف الرئيسي طبعا هو إضعاف القوات الروسية بطرق مختلفة. أولا تستهدف تلك الضربات مواقع عسكرية ومصانع حربية. سمعنا تقارير عن تدمير كثير من مصانع عسكرية وهي مهمة جدا لإنتاج الصواريخ والذخائر الروسية أولا. ثانيا تدمير مستودعات من الوقود والذخيرة الروسية. كل ذلك يضعف إمكانيات الجيش الروسي للدفاع وللهجوم.